وليس الصوت من العورة، صوت المرأة ليس بعورة كما نص عليه الإمام الباجوري، ولكن يكون بعورة إذا تحقق فيه أحد ثلاثة أسباب. ألا أولا هو ليس بعورة بثلاثة أسباب: ألا يتهدج، ها، وألا يكون وأن يكون الكلام مباحا، وأن يظن أنه إذا وألا يظن أنه إذا اختلى بها يحدث بينهما محرم. دي ثلاث أسباب. فإذا هو الثلاث أسباب دول غير الثلاث أسباب موجودين، يبقى صوت المرأة مش عورة خالص. ماشي. ألا يتهدج، لأن المرأة أما بيرتفع صوتها بيبقى يرق أكتر، يكون في نوع من التكسر، نوع من اللين، فعند كده يبقى الشرط عدم التهدج. وألا يكون الكلام مش مباح، أن يكون الكلام غير مباح، أن يكون الكلام مباح. فإذا كان الكلام غير مباح يحرم، وأن يظن أنه إذا اختلى بها قد يحدث بينهما محرم. فإذا ظن كده يبقى هو عنده شهوة ليها، يبقى عند ذلك يحرم. خلاص. فدي الثلاث أسباب. أما ما سوى ذلك فصوت المرأة ليس بعورة في الأساس. أساس إن صوت المرأة ليس بعورة. واحدة قاعدة في مسجد بتحفظ قرآن مع واحد، والاثنين محترمين، مفيش حاجة. كان عندنا بنت الشيخ سيد عبد الجواد، ها، مروة سيد عبد الجواد، من محفظات القرآن وأخذ القراءات العشر. لما تقرأ القرآن تجعلك تخشع. الرجل مش هيحتمل ان هو ينظر اليها، او يحتمل ان هو يكون في معنى من معاني القبيح، بتخشع انت على طول، قد تبكي. قراءتها عاليه جدا ما شاء الله، واخد ابوها مقرئ اصلا، الشيخ سيد عبد الجواد عليه رحمه الله ورضوانه مقرئ، وهي طالعه زي ابوها كده، صوتها جيد جدا، المخارج كمان بتاعتها قويه جدا. معلمه اظن بتدرس للاندونيسيين والماليزيين، يعني في الحي العاشر وما الى ذلك. طيب، يبقى انتهينا من صوت المراه.